السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. اخواني، هو صراحه في هذا الزمان هذا صعيب انك تكون عندك الامانه العلميه. علاش؟ لان احنا هاد الناس ديال اليوتيوب واقعين تحت واحد السلطه اللي هي سلطه الاستقطاب. يعني انت خصك دائما تقول داكشي اللي كيبغي داك الجمهور اللي متابعك. يعني كاين واحد السلطه ديال الجمهور عليك، فانت الا قلتي شي حاجه كتنف يعني ضد او لا ما كتماشاش مع المزاج ديال داك الجمهور اللي كيتابعك، فكتخسر بزاف، كتخسر المشاهدات، كتخسر عدد المشتركين، بزاف ديال الامور. فهنا فين كيبان الدور او لا الفرق ديال انسان يوتيوبرز عنده رساله وعنده مبادئ ومؤمن بها، وديال واحد تابع الادسنس وتابع المشاهدات. فلهذا الاخوان، انا صراحه كنحاول ما امكن انني نقوم بالمعادله الصعبه، هي انني ما نقلقش او لا ما نحاولش نفر الجمهور اللي كيتابعني مني، وفي نفس الوقت نحافظ على الامان العلمي وعلى المبادئ ديالي وعلى الافكار ديالي وعلى الحياد ان صح التعبير في الامور اللي كتعلق يعني بالحقائق. اما في امور اللي كتعلق بالوطنيه بحال الوحده الترابيه وبحال قضيه ديال الامن المغربي وتوابيت المغرب، فحينئذ انا يعني منحاز تماما الى بلدي المغرب. علاش انا كنقول هاد الهضره؟ لان انتم اللي كتابعوني في هاد القناه كنحاول ما امكن انني ندخل في مواجهه مع الافكار العدائيه اللي كيوظفها النظام الجزائري ضد المغرب. وكنحاول دائما نذكر المساوي وهادو داروا هنا وهادو داروا هنا، كنقول هذاك الشيء اللي كاين. لكن بعض المرات كتكون شي حاجه شويه ايجابيه، شي جيست زوين منهم. فانا ما كنعرفش واش نذكروا ونكون امين او لا نسكت ونذكر هي المساوئ. ففي هذا الفيديو هذا ما نبقاوش حنا ننتقدوا هادو خايبين جنرالات الكبرانات، ننتقدوا نذكروا شي حاجه زوينه، لان حتى الا كنذكر غير داكشي الخايب راه كتكون شي حاجه ماشي هذيك، لان الانسان راه واخا يكون كاع اخيب ما كاين راه كتكون فيه واحد يعني واحد شي حاجه زوينه. ففي خضم هاد الالعاب البحر الابيض المتوسط شفنا بزاف ديال الحوايج خايبين. شفنا انهم كيفاش تعاملوا مع الوفد المغربي، طردوه مع الصحفيين المغاربه، وبزاف الامور خايبه داروا. لكن جات هذا الافتتاح ديال هاد الالعاب البحر الابيض المتوسط، داروا افتتاح. نكون معكم امين وصريح الدراري، انا كنت متوقع الأسوأ، بكل صراحه كنت متوقع شي حاجه يعني أسوأ ما كاين، لكن شي حاجه المهم عكس التوقعات ديالي. داروا شي حاجه يعني كاينه واحد الضوء وداكشي الضوا وداك فهمتيني داك الديكور والى اخره. هذه وحده في هذا الافتتاح. ثاني حاجه هو فاش دخل الوفد المغربي، الجمهور بدا كيصفق كيقول خاوه. انا كنت كنعتقد انهم يصفروا ولا غادي فهمتيني غادي يديروا شي اصوات اللي يعني كتسيء لذاك الحضور ديال الوفد المغربي، لكن خاوه استقبال مزيان، ربما لان كاين زوار اجانب بغاو يبينوا واحد الصوره زوينه عليهم. ربما هادشي اللي قلت هاد الحوايج زوينين هي راه كتبان لها شيء قدام هاد يعني الاساسي ديالهم اللي هو العداء المغرب وصندالستان وعده امور. لكن هاد الافتتاح اللي داروا داك الشيء وداك
داك الرقصات والضواء والديكور، رغم انهم خنشلوا ابن خلدون والتوانسه راهم مقلقين منهم على ود ابن خلدون حيت خنشلوه الى اخره. هذاك الشيء اللي داروا ماشي جديد، هذاك الشيء اللي داروا ماشي جديد، داك الشيء كله شفناه في افتتاح ديال دوره الالعاب الافريقيه الرباط 2019. فبلا ما نطول عليكم ماشي حنا نديروا واحد المعاينه ونشوفوا الفرق ما بين الالعاب الافريقيه اللي دات في الرباط سنه 2019 وما بين العاب البحر الابيض المتوسط اللي كاينه دابا في وهران 2022، ونشوفوا واش هذا الافتتاح ديال وهران 2022 اللي الان كيقول لك انه افتتاح يعني باهر وكذا وهادي، واش هو فعلا ابداع 100% من عندهم وابتكار من عندهم، او لا خداو الفكره من المغرب. فاجي نشوفوا ونحكموا كلنا وانتم حكموا وقولوا لي الراي ديالكم في التعليق لتحت. رباطه في ليلة استثنائية في تاريخ الألعاب الإفريقية، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. رئيس المفوضية للاتحاد الإفريقي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد افتتاح رسميا الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية. بسم الله مجراها مرساها، باسم الجلالات الملك أعلن افتتاح الدورة الثانية عشرة إلى الألعاب الإفريقية الرباط 2019. هو الآن يحظى بتنظيم الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية التي تعرف مشاركة 54 دولة بحضور أزيد من 5600 رياضي ورياضية يشاركون في 26 نوعا رياضيا من بينها 17 نوعا يؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020. حفل الافتتاح الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والذي يدور بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، تحول هذا المجمع إلى واحد من أجمل وأروع المسارح التي شهدت افتتاح تظاهرات الرياضية العالمية. رقصات فنية مع توزيع الإضاءة سحر كل الحاضرين الذين تابعوا هذا الحفل البهيج الذي جمع بين غنى الثروة الطبيعية والموقع جيوستراتيجي للمغرب على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وموروثه الثقافي والفني وعمق ارتباطه بجذوره الإفريقية. العرض تضمن 10 لوحات حملت مشاهد مختلفة. من أبرز هذه المشاهد المشهد الذي حمل ألوان العلم الوطني الأحمر والأخضر، وفي المشهد الآخر علاقة العرش بالشعب. فالألعاب الإفريقية تدور واحتفالات الشعب المغربي بالذكرى العشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين. وتوالت المشاهد مبرزة حضور المغرب في قلب القارة الإفريقية، وتفاعل الجميع مع فقرات موسيقية. الموسيقى وبالرغم من اختلافها هي توحد شعوب القارة الإفريقية. وفي المشهد الأخير أضاءت الشعلة الأولمبية سماء الرباط التي تحولت إلى عاصمة الألعاب بالقارة الإفريقية إلى غاية 31 من هذا الشهر. وكانت الخاتمة بالأغنية الرسمية للألعاب الإفريقية من توقيع الفنان العالمي رضوان.
شبان ليكم؟ شبان ليكم؟ خذوا الفكره من الالعاب الافريقيه 2019 او لا؟ انا في نظري نقول رايي ديالي بكل صراحه، كاين تاثير ديال الالعاب الافريقيه ولا ديك طريقه الافتتاح، ديك الفكره الافتتاح ديال الالعاب الافريقيه 2019 على الافتتاح ديال الالعاب البحر الابيض المتوسط 2022 في وهران. كاين واحد التاثير، خذوا الفكره من المغرب، رايي يعني، او على الاقل حنا باش نكونوا كاع يعني منصفين على نقولوا الفكره ماشي جديده، الفكره ديال الافتتاح ديالهم اللي داروا البارح ماشي جديده في نظري انا، نظري. لكن رغم كل شيء كنقول ان داروا مجهود، اعترفوا داروا مجهود وافتتاح، رغم ان كانوا شي حوايج يعني كان بامكانهم يديروا محسن، لكن يعني انا كنقول رايي ديالي، ما نعرف نتوما شوفوا الراي ديالكم شنو بان لكم، واش انا على خطا ولا على صواب، كتبوا لي في التعليق الاراء ديالكم، وغادي نسعد كثيرا بالقراءه ديالها. تحياتي.